أعزائي المشاهدين، هذه صور تأتينا الآن من مطار الدوحة لوصول السجناء الأمريكيين. هم من مزدوجي الجنسية، إيرانيين أمريكيين، ولكن في ضمن صفقة التبادل التي تمت بين الولايات المتحدة، بين واشنطن وطهران، والتي قضت بالإفراج عن 5 سجناء أمريكيين في السجون الإيرانية في مقابل 5 سجناء أمريكيين في السجون إيرانيين في السجون الأمريكية، بالإضافة إلى الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية. إذن هذه المرحلة الأولى من الصفقة، وصول الآن السجناء الأمريكيين المفرج عنهم بطائرة قطرية إلى مطار الدوحة. هذه الصور تأتينا مباشرة. بالطبع يعني كان هنالك مفاوضات ماراثونية لإتمام هذه الصفقة. الأرصدة الإيرانية كما بات معروفا، وهي 6 مليارات دولار، ستحول إلى أحد البنوك القطرية كمقدمة لتحويلها إلى البنوك الإيرانية بموجب هذه الصفقة.